الرحمن الرحيم سي اس 210 مادة الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. يا ريت الكل يكتب اسمه ورقم الجامعة على الشات. اكتب اسمك ورقمك الجامعي على الشات. بذكر بموعد الامتحان بإذن تعالى، راح يكون يوم الأربعاء، يوم الأربعاء هذا الأسبوع الساعة 3. ماشي، ما حد ينسى موعد الامتحان، ما حد يغيب عن الامتحان. طيب import num by as an b. طبعا import num by انا بستخدم النم باي، اذا حكيت as an b معناته خلص ما راح استخدم كلمه num by، راح استخدم بدالها الاختصار اللي هو an b. راح استخدم الاختصار اللي هو an b. لو حكيت a بتساوي an b dot a range 2.10 برنت لا ال A. مين يحكي لي شو الاوتبوت؟ مين يحكي لي شو الاوتبوت؟ اي يا جماعه شو يعني A رينج من 2 ل 10؟ شو الاوتبوت راح يكون؟ شو راح يطبع لي؟ ترى 2 3 لل 10 هي العشرة راح يطبعها؟ لا، زي الرينج، زي الرينج لما بنستخدم الفور ستيتمنت. الرينج استثني آخر قيمة، صح؟ لحد اللي قبلها، فمعناته إيش الأوتبوت راح يكون؟ 2 3 4 5 6 7 8 9، صح؟ كم عدد هدول القيم؟ كم عدد هدول القيم؟ 8 ثمان قيم، صحيح. إذا عدد القيم 8. لو حكيت A range 2.10.2، شو هاي الاثنين؟ مقدار الزيادة، صح؟ مقدار الزيادة، صح. لما بحكي زيد كل مرة 2 معناته 2 4 6 8 صارت، أوكي؟ لو حكيت زيد 3 هاي عندي 2 5 8. لو بدي أزيد 8 3 على 8 11، طلعت عن الرينج. لا ماشي، إذا من 2 هاي قيمة البداية، أما العشرة قبلها لازم، أوكي؟ هاي بالأي رينج وركزنا عليها قبل هيك، ماشي؟ طيب لو بدي أحكي بي بتساوي A دوت ري شيب 3.2، شو الأوتبوت؟ شو يعني ري شيب؟ يعني ريشيب ايش يا جماعة مو دارسين؟ ايش يعني ريشيب؟ غير الدايمنشن لإلها، صح؟ مين من هدول صحيح ومين من هدول خطأ؟ هدول الثلاث جمل سطر 10 و11 و12، مين صح ومين خطأ؟ شو رأيكم؟ شو يا جماعة؟ دكتورة عم بشوف فيهم، ثواني. يلا بنتي. لازم لما أشوف الريشيب أتأكد من إيش؟ من عددهم، صح، من عددهم. بس هو الخطوة هنا واحد، صح؟ يعني حيمشي 2 3 4، ما في ستيب غير واحد، صح؟ أي وحدة؟
بالرينج عشان اه نحطها رينج من 2.10. هاي كم عدد العناصر هون؟ هون 8 ولا 8 9؟ صح؟ إذا 8 8 عناصر هدول. إذا رح يمشي اللي هي آخر واحدة 2 4. 2.4 صح؟ بتقول بتحكي لنا 2.4 صح؟ يعني شو معنى 2.4؟ أول واحدة يعني حتكون صفين غلط، أربع أعمدة صح؟ نعم يا مرح. أول واحدة حتكون غلط، بس آخر تنتين حيكونوا مفروض صح. صحيح بتول ومرح اتفقوا انه 2.4 صح. طيب مرح بتحكي كمان 4.2 صح. ليش؟ لانه 4 في 2 برضه راح تعطيني 8، نفس اربع العدد. صفوف وعمودين صح؟ اما 3.2 ثلاث صفوف وعمودين كم بيطلعوا هدول؟ 6، ما راح يطلعوا 8 صح؟ فمعناته هاي عندي رن، اني اللي اعطاني عليها ايرور ريشيب 3.2، هاي ايرور ما زبطت معنا، خلينا نشيلها. ليش؟ لانه 3 في 2 6. طب انا عندي 8 عناصر، لازم اتاكد من عدد العناصر بالاول. اوكي هلا بي بتساوي اي دوت ريشيب، ما اعطاني عليها ايرور. لو حكيت له برنت البي هاي رن، شو اعطاني؟ 2 3 4 5 6 7 8 9، اذا اربع صفوف وعمودين. طيب اي دوت ريشيب 2.4 وبرنت البي صفين واربع اعمده، صفين واربع اعمده، 2 في 4 كم؟ برضه 8، اذا كمان هاي صحيحه. اذا ممكن احول 4.2 او 2.4 لانه 8، اما ما بصير مثلا 3 في 2 لانها ايش؟ 6. طيب اتفقنا. سي بتساوي سالب 1.2 برنت A of C، شو راح يعطيني؟ استخدمت C كإندكس للA، برنت A 9 و4. ممتاز، 9 و4. مين الجواب؟ عبد السلام. عبد السلام. هلأ ليش 9 و4؟ أخذت الإندكس اللي هو إيش؟ سالب 1، سالب 1 اللي هي 9، والاندكس الثاني اللي هو 2 0 1 2، اذا شو الاربعة الثانيه اللي هي 4 صحيح. طيب لو حكيت لك رايت بوت تو برنت ذا نمبرز اوف اي ذات ار مالتيبل of 4 and store them in مثلا D. بدي اشوف وين العناصر الموجودين ب A وهم من مضاعفات الأربعة واخزنهم داخل D. شو يعني مضاعفات الأربعة؟ يعني باخذ قسمة الرقم على أربعة بيساوي ايش؟ صفر. لو انا حكيت دي 1 بتساوي هل الاي موديولس 4 ايكوال ايكوال 0؟ اذا الاي موديولس 4 ايكوال ايكوال 0 معناته خزن لي اياهم داخل دي 1. طيب هاي رن، شو اعطاني؟ فولس فولس ترو فولس 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 ترو فولس. وين اعطاني ترو؟ عند الرقم اللي من مضاعفات الأربعة. وينه هذا الرقم؟ هاي ثالث رقم أعطاني أربعة وثمانية، وعند الثمانية برضه أعطاني ترو. إذا هيك أعطاني الترو والفولس، لسه ما أعطاني شو هم المضاعفات. طيب عند الدي بدي إيش؟ خزن لي A of D1، وين الترو؟ ماشي، خذ لي A of ترو برنت ل الدي، ادفع لي المصفوفة. هاي عندي شو اعطاني؟ الأربعة والثمانية. إذا شفت الترو والفولس بالأول. هلا أخذت الإندكس اللي قيمته ترو، أخذت الإندكس اللي قيمته ترو. إذا شفنا مضاعفات الأربعة أخذنا الإندكس اللي قيمته ترو. ماشي؟ واضحة؟
لو حكيت مثلا f بتساوي true فاصلة false. طيب وجيت حكيت لك print a of f. شو رأيكم؟ شو راح يعطيني output؟ بطبع الأرقام للترو الأول بعدين الفولس. نفضي إنه F بتساوي ترو فاصل فولس. برنت A of F. إحنا بنعرف إنه بده يطبع للترو صح؟ وين في ترو بطبع قيمتها المقابلة لإلها. بس هاي الجملة راح تعطيني إيرور. ليش؟ هاي رن. لاحظوا إنه أعطاني إيرور. إندكس إيرور. ليش؟ معلها قيمة. Boolean index did not match index array along dimension zero. Dimension is but corresponding Boolean dimension is two. ال A كم عدد عناصرها؟ 8. وال F كم عدد عناصرها؟ 2. عشان هيك ما زبطت معنا. إذا ما بيزبط هون يكون فقط قيمتين. هاي عندي مع إنه هناك 8 بدي هون الإشي اللي بستخدمه كإندكس يكون كمان 8. هاي مثلا ترو كم صاروا؟ 1 2 3 4 5 6 هاي فولس وهاي ترو هاي 8 قيم برنت A اوف F هاي عندي رن تلاحظ انه وين في ترو؟ اعطاني اياها ترو اول قيمه هاي هالاثنين بعدين تركنا الثانيه الثالثه الرابعه اجينا على الخامسه ثانيه ثالثه رابعه خامسه اعطاني السته بعدين السبعه هيها بعدين فولس ما اعطاني اياها، بعدين ترو اللي هي التسعة. إذا اعطاني 2 6 7 9، كم وحدة ترو هون؟ راح يكون هون نفس العدد. لو كان هون أكثر مثلا هاي عندي فولس أكثر من 8. برضاها منا؟ لا، نفس المشكلة. ماشي؟ إذا لما بدي أستخدم هاي الليست كإندكس لليست ثانية أو أري ثانية هون عندنا، فمعناته بدي انتبه لعدد العناصر فيهم، بدي انتبه لعدد العناصر فيهم. طيب لو حكيت لك x بتساوي nb dot zeros 2.2 اي شو معناها؟ هاي شو معناها؟ تساوي لي مصفوفة 2 ب 2 ويكون كلها زيروز. هاي رن خلينا نعمل برنت للاكس هاي رن اعطاني مصفوفة دايمنشن لإلها 2 في 2 كل قيمها زيروز. طبعا القيم بتكون بايش؟ ايش الديفولت عندي فيها؟ الزيروز والونز. الديفولت فيها ايش؟ فلوت. الديفولت فيها فلوت. لو انا نسيت هاي الاقواس بيمشي الحال؟ لا بيعطي ايرور. راح يعطي ايرور، راح يعطي ايرور. اذا لازم هاي الاقواس، يعني على شكل تبل انا بعطي هاد الدايمنشن. على شكل تبل لما تكون هاي الاقواس اسمها تبل، عكس البراكتس اسمها ليست. طيب لو بدي اخليهم كام؟ انتجر معناته شو بعمل؟ داتا تايب يساوي يساوي ايش؟ nb dot integer nb dot int هاي رن شو اعطاني؟ بطل فيه الفاصله العشريه nb dot int او nb dot int 32 بصير هاي عندي 0 0 0 0 لو حطيت int مشيت معانا اوكي مشيت معانا بس هي الاصل اني انا استخدم ال ان بي دوت كنوع الاصل اني استخدم ال ان بي دوت لو حطيت ان انتجر 32 هاي عندي اعطاني عليها هاي ايرور ما تعرف عليها اذا شو عملنا ان بي دوت انت ان بي دوت انتجر بصير احط معها 32 يعني حددت كم بت بدي 32 اللي هي عدد البتس
طيب إذا هيك حولتها ل integer. لو هون كانت ones شو صار عندي؟ بتصير رقم واحد. إذا كلها ones راح تكون، كلها راح تكون ones. لو كان هون ones بين أقواس عشرة، بالسطر الواحد بيكون فيها عشرة. سطر واحد يعني one dimensional array صح؟ فيها كم one؟ فيها عشرة ones. صحيح. لو استخدمت y بتساوي nb dot diagonal وحكيت diagonal شو نستخدم لها هاي، لو حكينا 1.2 print y تزبط هيك 1.2. لا بدك ايش؟ ثلاث خلينا على الاقواس. الاقواس خلينا ناخذها هيك الاول هيك بزبط دكتوره اتوقع. نجرب هاي عندي 1.002 شو يعني دياجونال؟ حط لي 1 و2 بالقطر راح يكون كم الدايمنشن لها؟ 2 في 2 ماشي. بقيه العناصر بدها تكون اصفر. لو هاي حطيتها كتبل مش ليست برضو نجرب. كمان زبطت معانا ما عطانا عليها ايرور. لو حطيت 1.23 هدول القطر 1 2 3 والبقيه ايش؟ اصفار. اذا حط لي القطر 1 2 3 والبقيه اصفار ماشي. اذا دياجونال بحط العناصر تبعون القطر، اما بحطهم بتبل او بليست. اوكي البقيه بدهم يكونوا اصفار. زد بتساوي ان بي دوت ايدنتيكال. الايدنتيكال هاي الايدنتيتي ماتريكس اللي هي ايش؟ الماتريكس المحايده يعني. برنت لا الزد سوري برنت للزد شو راح تكون؟ يعني اي الاي يعني القطر وانز. طيب القطر عباره عن وانز، لما بحكي ثلاث يعني بدي اياها الدايمنشن لها 3 × 3 الدايمنشن لها 3 × 3. حطينا القطر بدنا اياه عباره عن وانز. اوكي حطينا القطر عباره عن وانز. دكتوره طيب بصير اسالك كم شغله الفيديوهات الماضية، توقع الفيديو اللي قبل هذا ولا على آخر المحاضرة؟ اسألي إذا يعني سؤال سريع. تمام هلا هم 3 أسئلة بس. السؤال اللي بتحكيه تقريبا الآن اللي هي دوت 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 برودكت اللي هي هسه بدنا نجيلها، هسه بدنا نجيلها كمان مرة بدنا نراجعها. شو كمان؟ في كمان بسلايد انا كاتبه رقم السلايدات، خليني اشوف لك شو هم بيستخدموا. طيب بتقول تودي على الايميل او اذا ضل وقت بالمحاضره بتساليني اياهم. طيب تمام دكتوره. هلا نروح على موضوع الماتريكس والدوت برودكت وهاي القصص. هاي عندي امبورت للنمباي، جيت حكيت A بتساوي num by dot array هاي عندي 1.2.3 هاي العنصر الأول يعني الصف الأول، هاي 3 4 5 وهاي عندي مثلا 5 6 7. طيب وجيت حكيت ام بتساوي num by dot matrix مات ل ال a print a وprint لا
إذن الأي عبارة عن أري، طيب، والأم حولت هاي الأري لماتريكس. شو الفرق بين الأري والماتريكس؟ الأري لأي دايمنشن، بينما الماتريكس عادة بيكون 2 دايمنشنال أري. الماتريكس بتكون عادة 2 دايمنشنال أري. جينا عملنا ران، هاي عندي هاي الأري وهاي عندي الماتريكس، هاي عندي الأري وهاي عندي الماتريكس. لو حكيت A1 بتساوي A of 0 print A1، شو راح يطبع لي؟ 1 2 3. هاي run، شو أعطانا؟ 1 2 3. إذن الصف الأول صح؟ الصف رقم 0. A of 0 أعطاني الصف رقم 0. print A dot shape. إيش الدايمنشن للA؟ 3 3. هاي run أعطاني 3 × 3. طيب print A1 dot shape. شو الدايمنشن للA1؟ 3 بس. هاي run أعطانا 3 فاصلة. طيب one dimension أعطاني 3 فاصلة. print type لا ال A، شو type لل A؟ numby.array تكون أول. إذن عندي array numby.nd array and dimensional array. type لا ال A1 راح يعطيني نفس الشيء numby.nd_array. طيب نيجي على الام، print m.shape. شو الدايمنشن لإلها؟ 3 × 3 3 × 3. هاي run الm.shape راح تعطيني 3 × 3. print تايب لا الام، شو النوع لها؟ عندي اري ولا ماتريكس؟ ماتريكس. شوف كيف بيعطيني اياها، نمباي دوت ماتريكس لايبراري دوت ديف ماتريكس دوت ماتريكس. اوكي في النهايه هي عباره عن ماتريكس. ام 1 بتساوي ام اوف 0 برنت ام 1 راح يعطيني شو الام 1 2 3. 1 2 3 صح، بس شو 2 دايمنشن هون 1 دايمنشن هون، ايش 2 دايمنشن صح. وحكينا برنت print m1 dot shape. هاي run شو أعطانا الشيب؟ 1.3، صف 1 و3 أعمدة. print type of ال m1 type لإلها matrix صح، type لإلها اللي هي عبارة عن ماتريكس. إذا وين كان الاختلاف عنا؟ إنه هون كانت 1 دايمنشن هون 2 دايمنشن، هون لما أعطاني دايمنشن 3 فاصلة هون 1.3. أوكي 1.3، فهي الاختلاف بين الأري وبين الماتريكس. وهذا الحكي موجود عندك بالسلايد صفحة اللي هو هذا السلايد 32. ماشي، هاي عندي تايب للA1، هون كانت عندي 2 × 2 A1 اللي هي 1 و2. طيب التايب الشيب لها 2 فاصلة، التايب اللي هو ND Array، بينما هون الام 1 ماخذ برضو الصف الأول 1 2 2 dimension 1.2 صف وعمودين، وعندنا النوع اللي هو matrix، النوع اللي هو matrix. إذا هون الاختلاف بين print A ضرب A،
بصير أضرب A في A؟ أكيد بصير. شو راح يعمل؟ هاي إيش؟ بضربهم في بعض. ولا الدوت برودكت؟ يلا بتقول هاي الدوت برودكت ولا الإلمنت برودكت؟ مش عارف. طيب لما بحكي A في A يعني اضرب العنصر بالعنصر المقابل لإله، هاي راح تكون اللي ما فهمت element product، element product يعني هاي المصفوفة A اضرب لي إياها في A، فراح يضرب يعني عندي واحدة نفسها ثانية يعني هي نفسها بدي أضربها في نفسها، فمعناته راح يضرب واحد في واحد، واحد اثنين في اثنين أربعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، نتأكد هاي رن، هاي عندي واحد في واحد، واحد اثنين في اثنين أربعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، هلأ ثلاثة في ثلاثة تسعة، أربعة في أربعة ستاش، خمسة في خمسة خمسة وعشرين، هون خمسة في خمسة خمسة وعشرين، ستة في ستة ستة وثلاثين، سبعة في سبعة تسعة وأربعين. إذا هاي عنا عبارة عن element product. لو بدي يا بتول dot product راح أكتب print num by dot dot a فاصلة a، هاي اسمها dot product مش dot dot. شو بيختلفوا عن بعض؟ dot product هاي إشي مهم عندنا بالرياضيات لينير الجبرة، لما بدك تعمل دوت برودكت معناته شو بدك؟ عدد الأعمدة بالمصفوفة الأولى يساوي عدد الصفوف بالمصفوفة الثانية، يعني بدي أضربها بنفسها معناته فعلا عدد الأعمدة بالمصفوفة الأولى يساوي عدد الصفوف بالمصفوفة الثانية. لما بدي أضرب A في A فمعناته كيف راح يضرب؟ راح يأخذ الصف الأول من المصفوفة الأولى يضربه في العمود الأول من المصفوفة الثانية ويجمع ما بينهم ويعطيني الجواب. هلا كيف هاي حكيناها المره الماضيه، لما يكون عندك دوت برودكت، بس طبعا احنا ما راح نسالك رياضيات، احنا بهمنا انه بتعرف توصل للدوت برودكت. بدي اعمل دوت برودكت شو اكتب؟ ماشي. طيب هاي مثلا عندي هدول المصفوفتين بدي اضربهم ببعض دوت برودكت، هاي عندي 2 في 3 وهاي 3 في 2 صح؟ فمعناته هاي بما انها 2 في 3 عدد الاعمده بيساوي عدد الصفوف من هاي 3 ضرب 2 3 ضرب 2. طيب فمعناته عندي هون راح اخذ الصف الاول في العمود الاول، 1 في 7 زائد 2 في 9 زائد 3 في 11، حطينا الجواب هون، هاي اول قيمه. القيمه الثانيه من وين بدي اجيبها؟ الصف الأول في العمود الثاني، الصف الأول في العمود الثاني، واحد في ثمانية زائد اثنين في عشرة زائد ثلاث في اتناش، هاي هون الجواب. هذا اسمه دوت برودكت، هذا إشي مهم كثير بالرياضيات باللينير الجبرة، بس كمان نقدر نوصل له هون بسهولة عن طريق استخدام الدوت. نم باي دوت دوت A فاصلة B، نم باي دوت دوت A فاصلة B، إذا هاي الدوت برودكت. جاوبنا لك على اسئلتك يا تمام دكتوره. بس السؤال الاخير، بس السؤال الاخير انه احنا مش مطلوب منا نعرف كيف بنعمل هاي الحسابات صح؟ يعني من أنا مش حاجه اسالك يعني احسبي لي، يعني احنا هون مش رياضيات. احكي لك شو الاوتبوت، يعني انا بهمني تعرفي تكتبي كيف توصلي للدوت برودكت صح؟ تكتبي هاي الجمله صح. خلص تمام يسلمك. طيب لو اجينا على الماتريكس برنت، اسم الماتريكس عندنا ام صح؟ ام ضرب ام، هاي شو راح تعمل لي؟ قبل ام كل نص بده يشتغل، نشوف الاوتبوت معلش قبل الدوت برودكت، هاي الاوتبوت تبع الدوت برودكت. طيب للأبي نيجي على ام في ام، ام هي عباره عن ماتريكس، لما بحكي ام في ام هاي element product ولا دوت برودكت؟ element sorry dot element لا هاي اللي هي لا دوت حتكون خلص على مستوى الماتريكس مبرمج الستار، يعني عندي فانكشن اللي هو المل اندرسكور اندرسكور مل اندرسكور اندرسكور،
ليش؟ برمج بده يعمل لي دوت برودكت، بدي استخدم الستار مباشره عشان اوصل للدوت برودكت، مش بالرياضيات بنكتبها ستار. اذا لما صمموا الماتريكس حطوا فانكشن اللي هو اندرسكور اندرسكور مال اندرسكور اندرسكور، ليش؟ عشان يعمل عمليه الضرب الدوت برودكت مباشره. هاي رن، شو اعطاني؟ مش نفس الناتج تبع الدوت برودكت؟ هيو نفس الناتج تبع الدوت برودكت، اتفقنا؟ بينما لما بكتب print num by dot multiply m فاصلة m، هاي ايش؟ هاي ال element، هاي ال element، هاي element product بس بالماتريكس ال للماتريكس num by dot multiply m فاصلة m، هاي run، مش هاي نفس الاوتبوت هاد نفسه. اذا هاي اللي هي الاليمنت برودكت، هاي اللي هي نفسها الاليمنت برودكت. هاي الملاحظه وين كاتب لكم اياها؟ في صفحه كلها ملاحظات عندنا. هاي ماشي، الستار بالاري مينز اليمنت وايز مالتيبليكيشن، بينما الدوت فانكشن از يوزد فور ماتريكس مالتيبليكيشن. بالماتريكس الستار مينز ماتريكس مالتيبليكيشن، أما الـ multiply function is used for element wise multiplication. طيب اتفقنا؟ نكمل. print A، إذا خلصت المحاضرة قولوا لي. طيب A هاي فاصلة زيرو، اللي ما كتب اسمه على الشات يكتب. print A نقطتين رأسيات زيرو، مين بيتوقع شو هاي معناها؟ يطبع أول عمود من كل كولوم زيرو، إذا هاي راح تطبع الكولوم زيرو من البداية للنهاية، إيش؟ زيرو، فمعناته هاي الكولوم زيرو. هاي رن أعطاني واحد ثلاث خمسة، وين هالمصفوفة؟ زي لا، هاي عنا هون، هاي واحد ثلاث خمسة، إذا أعطاني العمود اللي هو زيرو. بصير أخزنها بمصفوفة إذا بدي أكتبها بهاي الطريقة، فاصلة زيرو، صير هيك، وبعدين احكي له برنت ل ال A. هاي رن نفس الشيء بس خزنتها ضمن مصفوفه، هيها 1 3 5، اعطاني العمود الاول. لو حكيت برنت A A دوت شيب، برنت A A دوت شيب، شو الشيب لإله؟ ثلاث فاصلة، صح؟ هاي الشيب print type ل ال A A، شو التايب لإلها؟ array array، صح، عندي array، إذا التايب لإلها عندي array. هل الترانسبوز إله معنى هون؟ print A A dot transpose، شو معنى الترانسبوز بالاول؟ اقلب الصف عمود. هل مع الاري ال1 دايمنشنال اري هون لما بحكي اي اي دوت ترانسبوز، هل الها معنى؟ هاي رن، شو ضلت؟ ضلت زي ما هي 1 3 5، اذا ما عمل لي اي شيء، ضلت زي ما هي الترانسبوز، ضلت عندنا زي ما هي ما غير عليها لانها 1 دايمنشن. لو حكيت برنت اي فاصلة 1، هاي هيك ايش؟ اي عمود؟ الثاني، عمود الثاني اللي هو العمود رقم 1 اللي هي فيها 2 و4 و6، هاي المصفوفة، او نرجع هون، هاي 2 و4 و6 العمود الثاني. لو بدي العمود الثالث
int شو اكتب؟ a فاصلة 2 هاي run بده يعطيني العمود الثالث اللي هو ايش فيه 3 و5 و7 اعطاني العمود رقم 3 نيجي على الماتريكس نشتغل هذا الشغل على الماتريكس هاي بس عشان نميز طلع معي print m فاصلة 0 شو راح يعطيني؟ كيف اعطاني اياه؟ هل اعطاني نفس الطريقة؟ لا لا هون اعطاني اياها 1 dimension هون شو اعطاني اياها؟ 2 dimension 2 dimension صح؟ اذا اعطاني اياها 2 dimension ممكن احكي MM بتساوي M هاي عندي هيك فاصلة زيرو وجينا حكينا print mm dot shape ايش الشيب لإلها هاي run شو اعطانا الشيب ثلاثة في واحد ثلاثة في واحد ثلاث صفوف وعمود واحد ثلاث صفوف وعمود واحد اذا هاي الشيب لإلها لو حكينا التايب تايب لا الام ام اللي هي ايش ماتريكس التايب لإلها ماتريكس هل الترانسبوز له معنى نجرب برنت هاي عندي ام ام دوت ترانسبوز هل بقلب الصف عمود والعمود صف هاي رن شو اعطاني قلب لي اذا هون الترانسبوز الها معنى مع الماتريكس بينما الترانسبوز مع 1 دايمنشنال اري ما الها معنى بتضلها زي ما هي هون كان عندي ثلاث صفوف وعمود حكيت له اقلبهم فمعناته شو اعطاني اياها 1 3 5 1 3 5 إذا قلبنا الصف عمود والعمود صف طيب ماشي الحال print ال A dot transpose تزبط أكيد ده تزبط ليش هاي عندي شو كانت المصفوفة عندنا هون؟ واحد اثنين ثلاث حكيت له اقلبها شو صارت؟ واحد ثلاث خمسة هاي هون اثنين أربعة ستة وثلاث خمسة سبعة إذا انقلب الصف عمود والعمود صف بينما متى ما كان لها معنى لما كان 1 dimension لما كانت 1 dimension أما إذا أكثر من dimension عادي بتشتغل معنا print في عندي بعض الأتريبيوتس موجودة عندنا A dot T شوفوا هون كخاصية A dot T للأري استخدمت T شو بتعني T هاي ران شو عطتني نفس الترانسبوز ولا لا نفس الترانسبوز نفسها دكتورة نفسها صح إذا ممكن أستخدم ترانسبوز أو أستخدم الخاصية اللي هي T طيب مع الأم استخدمنا من شوي الترانسبوز صح لو اجيت حكيت برنت ام دوت تي موجوده عندنا هي طلعت معي بالقائمه صح اذا موجوده عندنا الترانسبوز ام دوت تي هاي رن الام هي نفس العناصر تبعون الاي عملت ترانسبوز هاي اعطاني قلب لي الصف عمود والعمود صف برنت ام دوت اتش كمان الاتش موجوده وبرضه بتعطيني ترانسبوز هاي عندي اعطاني الترانسبوز ل الام نعم يا بتول دكتوره بعتتنك بس ماده الامتحان تحددت
صراحة لسه بستنى برد من المنسق، بس غالبا لنهاية النمباي راح تكون يعني. اه تمام. يلا print m dot i. الاي اللي هي الانفيرس، تذكروا الانفيرس، الاي اللي هي الانفيرس، شفنا كيف طريقة حساب الانفيرس المرة الماضية، ماشي. m dot i هي نفسها print numby dot linear الجبرة dot inverse ل ال a. الانفيرس هي نفسها الام دوت اي، هون استخدمت نم باي دوت لينير الجبرا دوت انفيرس للاي، موجوده كخاصيه مع الماتريكس، موجوده كخاصيه مع الماتريكس. اوكي، اذا ناسينها بترجعوا للسلايد تتذكروها، اللي هي وين موجوده عندنا، هيها هاي الانفيرس. اوكي، هاي اللي هي الانفيرس. اتوقع المحاضره خلصت، بضل كم ملاحظه نرجع لهم ان شاء الله المره القادمه. يعطيكم العافيه جميعا. في حد عنده اي استفسار قبل ما اطلع؟ يعطيك العافيه دكتور. هلا الله يعافيكم، خلوني اطلع بس معلش، ممكن تستنوا.